إذن بالعودة للحديث عن الضربات الأمريكية الأخيرة قبل الفاصل، كان معنا العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. سيادة العميد، كنت قد ذكرت أن هذه العمليات لربما لا تخرج من كونها يعني ضربات خفيفة أو موضعية إن صح التعبير، تفضل. نعم، أنا وصفتها تندرج ضمن العمل العسكري المحدود جدا الذي يميل لتوجيه رسائل سياسية تحذيرية أكثر من الغايات الميدانية. فالهجمات الأمريكية التي تهدفت مواقع لميليشيا الحشد في القائم والبو كمال على الحدود العراقية السورية، هي كانت من حيث التوقيت جاءت رسالة للميليشيات التي استعرضت أسلحتها ومعداتها مؤخرا، وأيضا رسالة تهديد الأحزاب البرلمانية التي تضم هذه الميليشيات التي قد ستستخدمها في الانتخابات القادمة، وأيضا في نفس الوقت رسالة تطمين للكاظمي والأحزاب التي ستقف معه هذه جهة الميليشيات. أيضا هي رسالة أمريكية لإيران، جميع ميليشياتها في العراق وسوريا هي تحت المطرقة الأمريكية، وهذا قد يخدمها طبعا في ملف التفاوض حول الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية اللي تعثر مؤخرا. لذلك هذه الهجمات تمثل صراع ميداني أمريكي إيراني على جغرافيات بديلة لتصفية الحسابات وإعادة ترتيب الأوراق من جديد. نعم سيادة العميد، يعني لماذا أمريكا تكتفي يعني توجيه الرسائل ما دام بمقدورها يعني إنهاء هذا الخطر الاستراتيجي على مصالحها في العراق والمنطقة؟ كريم، هنالك خطوط حمراء متفق عليها، أنا دائما أصر على هذه الموضوع، خطوط حمراء متفق عليها بين أمريكا وإيران لا يجوز تخطيها. لذلك يسمى هذا هو التخادم الأمريكي الإيراني في الملف العراقي. نعم. هجمت أمريكا في نفس الوقت إيران أصدرت الأوامر إلى ميليشياتها الموجودة في سوريا وهي المتمثلة بميليشيا أبو الفضل عباس مساء هذا اليوم عدد من الصواريخ لاستهداف أماكن التواجد في دير الزور. إيران أمريكا ردت بالمثل على هذه الهجمات المتبادلة. إذن هنالك سؤال أخي الكريم يطرح نفسه، أمريكا لو تريد أن تحجم دور الميليشيات في العراق هنالك عشرات الأهداف، المواقع ومخازن السلاح والمستودعات التابعة للميليشيات في العراق، ومن مقدمتها مستودعات جرف الصخر في بابل ومستودعات ديالة اللي كانت تسمى معسكر مجاهدي خلق اللي تم إجراء استعراض طرفها. نعم، تم ملاحظة أن أو يعني لماذا هذه المرة لم تخطر واشنطن الحكومة في بغداد بأي تحرك ميداني للضربة برأيك سيادة العميد؟ هنالك حكومة، هنالك سلطة، وهذه السلطة هي مسلوبة الإرادة والقرار، لا تستطيع أن تمارس أي صلاحيات على جميع الجغرافيا العراقية، هي مسلوبة السيادة الداخلية من قبل الميليشيات والخارجية من قبل إيران. لذلك لا ينطبق عليها مفهوم الدولة، وأمريكا تعي هذا جيدا، ولكن هنالك تخادم كما أسلفت أمريكي إيراني لإبقاء العراق ضمن دوامة لا الاستقرار الأمني. أيضا كيف ستتصرف واشنطن بموضوع إلغاء التفويض للحرب في العراق في هذا الملف بالذات؟ هذه من أحد الأسباب لهذه الهجمات التي أعطى الأوامر بايدن لوزارة الدفاع لشنها، هنالك رفض لقرار إلغاء شن الحرب على العراق. لذلك بايدن نفذ هذه الهجمات لغرض رفع الحرج عن حكومته أمام الرأي الأمريكي المطالب بتحجيم إيران وميليشياتها في المنطقة. هذه الهجمات ستستمر لبضعة أيام، هجمات متبادلة، وفي الجغرافيا السورية بالذات قد تميل تتقرب إلى القائم أو إلى محافظة الأنبار في الرمادي مواقع أخرى تابعة للحشد، لا ولكن لا تصل لمرحلة إجهاض السلاح الميليشياوي في العراق.
وفق المعطيات سيادة العميد، هل تظن أن رسائل واشنطن التي يعني ودت إيصالها فعلا وصلت للجانب الإيراني؟ أكيد وصلت، ولذلك سنرى قريبا هنالك انفراج في الملف النووي الإيراني، تنازل من قبل أمريكا أو من قبل إيران. سنرى هذا الهجمات تنعكس سياسيا على ما يجري في الملف الإيراني مع الدول الأوروبية وأمريكا. هذا هجمات سياسية بالدرجة الأساس، ولكن لا تخلو عن الهجمات التأديبية لهذه الميليشيات التي باتت تصول وتجول في الجغرافيا العراقية. اليوم الميليشيات أصبحت تسير وفق مفهوم الإفلات من العقاب في ظل شريعة الغاب. إذن مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل أطائي، كنت ضيفنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.